صدقيني هي سوتس مي، شكله بيحب الست الشيك. احنا متأخرين في المسلسل من كتر ما بنضحك. رجل يضع شيرين رضا في المنافسة مع فيفي عبد. هو اللي قال، هو اللي قال لكم. سيبيه سيبيه هولي، سيبيه سيبيه سيبيه، يومين ترهني وحيجبه لي الخاتم واسمي عليه. جاهزة يا فوفا؟ طبعا اعملي دي. طب تفتكري هم جاهزين؟ انتوا جاهزين؟ مش بس جاهز، فالجمهور متحمس قوي ومستني بفارغ الصبر مسلسل شغل عالي اللي هتنافس من خلاله شيرين رضا في السباق الرمضاني اللي جاي مع فيفي عبده. مين كمان مشارك معكم؟ احنا شفنا التريلر انت وفوفا. عندنا 8 او 9 شباب من كل الجيل الجديد اللي بيصوروا معانا. الناس هايلين وكوميدي وبيضحكوا، وكلكم هتنبسطوا منهم قوي. وعندنا الناس هيجوا يشاركونا يعملوا ضيف شرف. تامر حبيبي عرفت انه ضيف شرف معاكم؟ ازاي عرفته؟ عرفنا احنا تيب العرب. هو اللي قال، هو اللي قال لكم. بالظبط. فباين ان شيرين متكتمه عن التفاصيل، بس حاولنا نعرف منها شويه زياده. احنا 2 ستات عندنا مؤسسه عشان نساعد الستات التانيين بس. الله، مؤسسه ويا لهوي، وشيرين وفوفا اللي بيساعدوا. ايه نوع المساعده دي؟ الله يعين الرجاله. الله يعين الرجاله حقيقي. لا يا روح الراجل غاوي، شوفها ويوزن بعينيه، يقولوا كرب يقولوا ملبن، مش هتفرق. والواضح ان الكوميديا هي اللي هتطغي على العمل ده، وده شفناه في تتر المسلسل اللي طرحته شركه الانتاج من يومين. سيبيه سيبيهولي، سيبيه سيبيهولي، سيبيه سيبيهولي، سيبيه سيبيه سيبيه، يومين ترهني وحيجبهولي الخاتم واسمي عليه. فنقدر نفهم من كلمات الاغنيه واجواء الكليب ان هيكون في منافسه بين فيفي عبده وشيرين رضا على الرجال، خصوصا ان كل واحده عندها ستايل مختلف، وده واضح من خلال اللوكس. ففيفي هتطل بشخصيه المراه العفويه اللي بتبالغ بازيائها، اما شيرين فباين انها نشوفها كمرأة ارستقراطية وشيك. صدقيني هي سوتس مي، شكله بيحب الست الشيك. لا ده البلد يوكل يا عينيا، وانا كاره اسمك وتجنيك، والراجل بيحب البلد مش الست السمبكي. ومش ممكن اجواء الفن والضحك ما يكونش عاشها فريق العمل اون سيت، خصوصا مع وجود فيفي عبده المعروفة بشخصيتها المرحة. احنا متأخرين في المسلسل من كتر ما بنضحك والله. يعني مش عارفين نكمل مشهد بحلو من كتر ما بنعيط من الضحك. روحي كده وانت عينك قادره وحلوه.